وهذا يسأل سؤال قريب من هذا، يقول: إذا جمع الناس في مسجدنا المغرب مع العشاء أو العشاء مع المغرب وأنا لست مقتنعا بهذا الجمع، فهل يجوز لي أن أصلي معهم العشاء؟ لم تقتنع بالسنة فبماذا تقتنع؟ الجمع يا أخي سنة، يعني الله جل وعلا يسر على الناس فهو ثابت بالسنة، فكيف أنت لا تقتنع به؟ وكيف لا تكون مع المسلمين تصلي مع المسلمين؟ هذا شذوذ. نعم، لكن ربما أنه يقصد غير مقتنع بالعذر الذي حصل، أنه ما يستدعي الجمع، ما يستدعي الجمع، إن كان هذا هو قصده. إذا كنت ما تقتنع بالعذر لا تجمع، أما إذا كان قصدك ما أنت مطمئن إلى الجمع أصلا تقول أنه ما له أصل، هذا مشكلة. نعم.